Hello everyone, I am Mr. Omar. How are you today? نبدأ بأول كلمة عندنا كلمة house. House. تاني house. طبعا كلمة house تبدأ بحرف H. حرف ال H صوته ه. حرف ال H صوته ه. طيب المطلوب منك تقول الكلمة وترددها معايا. House. هاوس. طيب هنقول حروف الكلمة مع بعض. أول حرف اللي هو H O U S E. مرة تانية مع بعض هاوس. الكلمة التانية معانا اللي هي كلمة فلات. تاني فلات. فلات اللي هي الشقة. طيب مرة تانية فلات. فلات أول حرف F L A T. طيب يلا مرة تانية أول كلمة. أيوة هاوس. كلمة تانية فلات. طيب نكمل مع بعض يا أبطال. معانا كلمة ساندويتش. الكلمة فيها حرف الدي. حرف الدي في الكلمة هنا ما بقوله، فبقول الكلمة ساندويتش. ساندويتش في نهاية الكلمة يا أبطال عندنا حرف CH. عندنا حرف C وحرف H، هما الثنتين مع بعض بقولهم تش، عشان كده بنقول الكلمة ساندويتش. كلمة رقم 2 كلمة لانش بوكس. لانش بوكس كلمة لانش بوكس هتلاقي عندك أيضا CH اللي بنقولها تش، عشان كده الكلمة لانش بوكس. الكلمة الأخيرة هنا اللي فيها ولد بيشرب اللي هي كلمة drink. تاني drink أول حرف في الكلمة D وبعديه R I N K. مرة تانية D R I N K. طيب أول كلمة هنا يا شباب sandwich. طيب كلمة رقم 2 lunch box. مرة تانية lunch box. آخر كلمة كلمة drink. طيب مطلوب من كل بطل الحين هيحاول يسجل صوته أو يسجل فيديو وهو بيقرأ الكلمات. فيديو وانت فاتح النوت بوك حقك على صفحة 31، صفحة 31. كل كلمة أقولها أو ممكن تسجل الكلمات صوت. بعد ما تخلص تسجيل هتحل بيج صفحة 34. هتحل معايا هنا صفحة 34. هنختار أول حرف من كل كلمة. طبعا أنا بساعدك الحين. أول كلمة اللي هي كلمة flat، وبعدين كلمة house، بعدين غرفة الطعام اللي هي dining room، بعدين المطبخ اللي هو kitchen، غرفة النوم اللي هي bedroom، المجلس اللي هو living room، تاني المجلس اللي هو إيه living room، الحديقة اللي هي garden، الدرج stairs، يشرب drink، الطاقة اللي هي window، صندوق الأكل lunch box، تاني lunch box، آخر كلمة اللي هي كلمة sandwich. Thank you. Goodbye.